النادي الاهلي بيحقق المطلوب وبيكسب 3 مباريات اللي كانوا متاجلين له وبياخد ال9 نقاط، ده كان الاهم بقى. لا تقول لي بقى لا اداء ولا اسماء ولا لمياء، مفيش الكلام ده. انت كان اهم حاجه عندك تاخد ال9 نقاط علشان لما تخلص افريقيا وترجع تلاقي نفسك برضه ايه المتصدر. فكان طبيعي ان الاداء اخر مباراتين يبقى مش احسن حاجه، بالذات في الشوط الاول. اللعيبه دي خايفه تجعد، خايفه تتصاب، الجهاز الفني نفسه خايف على اللعيبه دي، تمام؟ فده كان طبيعي ان الاداء ما يبقاش احسن حاجه. نخش على طول في تشكيل المباراه. مستر كولر امبارح بدأ بشبه التشكيل الاساسيه باستثناء حمدي فتحي ومحمد الشناوي، علشان يبقى التشكيل مصطفى شوبير، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، السوليه، ديانج، مروان عطيه، بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا. شبه ايه تشكيل اساسي باستثناء بس ايه مصطفى شوبير اللي الكل بيشيد بيه، وبصراحه ليه احسن تحيه مننا وهنتكلم عنه قدام شويه. فهو الراجل بدأ بتشكيل اساسي طبيعي، ليه؟ علشان خلاص دي البروفه الاخيره قبل مباراه الوداد، برضو ما ينفعش تريح اللعيبه برضو لما بترجع من راحه طويله بيبقى الاداء والمستوى اقل، فكان لازم برضو اختبار قوي. وما عندكش مباراه اختبار قوي احسن مباراه سيراميكا، ليه؟ لان سيراميكا برضو بيلعب من اداؤه شبه الوداد اللي هو حته الكلاحه الكرويه وكله ورا، ما بيهاجمش غير في الاضيق الحدود والكلام ده. ليه؟ لان هو لا هيهبط ولا هيحقق يلعب افريقيا، فبالنسبه له في نص الجدول حقق مركز احسن، حصل ما حصلش كده كده مش خسران حاجه، فطبيعي ان هو بيلعب على حته المضمون، ما بيخاطرش ما بيهاجمش. فانت كان دي احسن مباراه، انت لو جهزت مباراه وديه ما كنتش هتلاقي مباراه احسن من كده تاخدها بنفس الطريقه دي. فمباراه سيراميكا كانت ايه مفيده جدا لانها كانت البروفه الاخيره وبروفه كويسه، تمام؟ اللي احنا محتاجين نقف عنده في المباراه دي لان الفنيات ما كانتش كتير، وهي اضاعه الفرص السهله من محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو. اللي حتى مستر كولر في المؤتمر الصحفي طلع متضايق واتكلم عن النقطه دي. فانت الماتشين الجايين مفيش قابليه انك تضيع فرص سهله زي دي، لازم تخلي بالك على قد ما تقدر. انت ممكن يجي لك فرصتين لازم اعلم منهم واحده جون، مفيش فرصه ان انت تضيع كتير دي، خصوصا المباراه اللي هتبقى هناك. فحته اضاعه الفرص السهله دي اللي بقت مشكله بالذات محمود عبد المنعم كهربا، تركيزه قل. يعني كهربا انت حتى في عز المشاكل اللي كانت دايره كام شهر اللي فات كنت برضه الحمد لله واقف على رجلك وبتسجل، فانت لما الدنيا هديت الحمد لله الامور بدات تستقر معاك بين نضيع. ف مش عايز الواحد ياكد كلام كابتن رضا عبد العال لما قالك ده هو شويه كده بس هي حلاوه روحه وبعد كده مفيش. فانت بقالك 3 4 مباريات بتضيع فرص، مش ضيع فرص، ضيع فرص اعمل زي ما انت عايز، انما فرص سهله اجوان محققه، تمام؟ انت والمعلم بيرسي تاو، بس بيرسي تاو ليه عذره لانه بصراحه الراجل ده اخر فتره عامل اداء ولا اروع، فمش مشكله. مباراه في الدوري الخطا فيها والتضييع فيها مقبول ومنطقي وعادي بالنسبه لنا، لكن المباراتين الجايين مش هنسمح ان الحاجات دي تتكرر، تمام؟ قفلي بقى ايه على مباراه سيراميكا دي بحلوها ومرها والكلام ده، الحمد لله ال9 نقاط اللي محتاجينهم خدناهم. قفلي بقى على القصه دي، تعالى بقى نتكلم في المهم. وهو ايه المهم؟ مستر كولر الراجل ده انا قلقان المباراتين الجايين لا قدر الله خسرنا لقب افريقيا الدنيا تتقلب عليه 360 درجه. فطالع انا طالع اكلمك واذكرك بحاجه واحده، افتكر الراجل ده كان ماسك الفرقه عامله ازاي، افتكر موسيماني كان سايب لك الفرقه عامله ازاي. الراجل ده واخد لك لعيبه شبه مهزومين نفسيا، احنا نفسنا كنا جماهير كنا بنقول عليهم اللعيبه دي خلاص شبعت وما عندهمش اكتر من كده والمفروض نبيعهم وندور على نعمل فرقه من الاول. فانت ايه ركز معايا، شفت الراجل ده عمل ايه؟ واخد الفرقه وقع بدنيا ووقع نفسيا وخسرنا كل حاجه الموسم اللي فات وجماهيرهم مش طايقاه. فانت الموسم ده ربنا بيكرمك بمدرب كويس بيجي يعمل لك ايه؟ بيحقق لك 2 سوبر مصري وبيحقق لك كاس مصر والدوري. انت محتاج تكسب 5 مباريات خلاص تحسمه رسمي، محتاج 15 نقطه من 10 ماتشات، ده اذا المنافس بتاعك ما وقعش، تمام؟ فانت محتاج 5 مباريات من 10 مباريات اذا المنافس بتاعك ما وقعش خلاص تحسم الدوري. فانت محقق 2 سوبر، كاس مصر، دوري خلاص هيتحسم، تمام؟ ووصل نهائي افريقيا باللعيبه اللي انت كنت بتقول عليهم انتهت وخلاص شبع بطولات. فده لو يحسب يحسب لمين؟ يحسب للراجل ده. فيا جماعه ايا كان نتيجه نهائي افريقيا الراجل ده المفروض المردود منه والمنتظر من الموسم الجاي، لما الراجل ده يشكل فرقه على دماغه محدش فينا عنده شك ان الراجل ده مانويل جوزيه الجديد، العقليه بتاعته والاداء الاحترافي وانه ما بيحبش وما بيكرهش. فيا جماعه محدش فينا عنده شك ان الراجل ده عقليه كويسه وانه الوحيد اللي قادر يحقق انجازات مستر مانويل جوزيه. الراجل ده فيه ميزه ايه؟ صارم في الاوقات اللي بتحتاج منه يبقى كده، ما بيحبش وما بيكرهش، يعني حته اللعيب ده انا بحبه واللعيب ده بكرهه، لا هو بالنسبه له بيديله اداء في الملعب وبينفذ في التدريبات اللي هو عايزه ده اللي بيبقى معاه. فانت مش هتلاقي احسن من كده. احنا بعد مستر مانو جوزيه قعدنا بقى لنا 15 سنه بندور على حد بنفس العقليه. فهو الهدف من كلامي ان الراجل ده حتى لا قدر الله ما حققش لقب دوري ابطال افريقيا
فهو المطلوب ايه؟ ان انت بعد ما كنت بتدعم الراجل ده ما تحولش دعمك ده لنقد 360 درجه. الراجل ده انا متوقع الموسم الجاي لما يعمل صفقات على دماغه ويمشي اللعيبه اللي عايز يمشيها ويخلي اللي عايز يخليه ويقيف ده مع الصفقات الجديده، هتشوف فريق مرعب، هياخد الاخضر واليابس. تمام؟ هو ده الايه؟ كنت بس حابب اقوله ان الراجل ده يا جماعه افتكروا كان ماسك الفرقه ازاي؟ استلم الفرقه ازاي؟ ودلوقتي بقت ازاي؟ مستلم لعيبه واقعه نفسيا وبدنيا وصفر بطولات، ضيع منها كل حاجه السنه اللي فاتت وجماهيرهم متحامله عليهم، والسنه دي بوصلك بياخد 4 بطولات ووصل نهائي افريقيا. تمام؟ نقفل بقى على النقطه دي. فهو كان المقصود من كلامي الموسم ده نقفله زي ما هيحصل، بس ان شاء الله باذن الله بامر الله يعني افريقيا بتاعتنا، يعني ان شاء الله ايه الواحد بيبقى حاسس كده شامم ريحه البطوله، على راي واحد الله يمسيه بالخير ولكن هيشامم ريحه الدوري. فالحمد لله احنا يعني ايه عندنا ثقه في فرقتنا عكس الموسم اللي فات كنا كلنا رايحين هنا وعارفين هو مش بتاعنا، لان كان عندك الموس كان اللعيبه واقعه بدنيا ونفسيا وكان مصدر لنا ده، هو نفسه كان متوتر. يعني برده حاجه من تحصل لمستر كولر، الراجل بيفوز المباراه اللي هو محتاج ان هو يكسبها، بيريح لعيبته، بيدي فرصه للعيبه البدلة، وفي نفس الوقت هادي ومش موترك خالص عكس موسيماني السنه اللي فاتت كان موصل لنا توتره ده ونقله لينا. كنا كلنا رايحين بنتفرج على المباراه النهائيه عارفين بنسبه 70% ان احنا هنتغلب، محدش يضحك على نفسه يقول غير كده. انت كنت قاعد بتتفرج وكنت متاكد 100% ان هتاخد البطوله؟ اشك. فدي عشان ايه؟ كنا حاجه بس حابين برضو ان نذكرها. واخر حاجه برضو احب اقول على مستر كولر اللي بيعمل في الكلام عنه، ان الراجل ده اخر 13 مباراه شباكه ما بتهتزش، بتلعب بثلاث حراس الاساسي والاحتياطي واحتياطي الاحتياطي، الحارس الاول والثاني والثالث الثلاثه بيشاركوا. تمام؟ وشباكك الحمد لله بفضل الله ما بتهتزش، واقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، و13 مباراه شباكك ما بتهتزش في كافه البطولات، دوري وكاس وسوبر ودوري ابطال افريقيا. فانت عايز ايه يا راجل اكتر من كده؟ تمام؟ نقفل بقى الكلام على مستر كولر ونخش بقى على الرجاله اللي وجب ليهم الشكر. نبداهم بحسين الشحات. حسين الشحات بصراحه جبناه كتير وقعدنا نقول ال 150 ومش ال 150 والكلام ده، جه وقت انه ياخد حقه. حسين الشحات عامل موسم ولا اروع، وجه الوقت انه ياخد فعلا حقه، لان في كانت ناس بتهاجمه كتير وان صفقه مش كويسه والكلام ده كده وبتاع. فحسين بصراحه شابوه يا حسين، استمر على كده وكلنا في ظهرك وبندعمك، لانك لعيب كبير ومن يوم ما جيت النادي الاهلي واحنا عارفين ان حسين الشحات ايه وعنده ايه. فكان لازم نشكرك لان في فتره كبيره قعدت تتهاجم وجه الوقت ان انت تاخد حقك. شابوه يا حسين واستمر واحنا في ظهرك. التاني مصطفى شوبير. مصطفى شوبير امبارح عامل انقاذين، بالذات اللي هو بتاع الفولي ده اللي كله بيتكلم عليه ولا اروع. ده ميزه مصطفى شوبير وبرده لازم الواحد ياخد حقه، لان انا واحد من الناس كنت بقول على مصطفى ده هو موجوده في النادي الاهلي بسبب ان هو ابن الكابتن احمد شوبير. فالولد اثبت ان هو مش كده خالص، بل بالعكس انا توقعي ان مصطفى ان شاء الله هيحقق اكتر من اللي ابوه حققه. مصطفى ان شاء الله لما اللعيب ده ياخد خبره ويحتك كتير ان شاء الله، يعني انا مش عارف وكلاء اللاعبين ما بيبصوش على الواد ده يجيبوا له عرض احتراف ازاي. سيبك حتى ما بيلعبش اساسي كتير، كفايه انه وقت ما بيتعوزه وبيلعب بيسد. ما في لعيب بيلعب اساسي كتير يركب ماتشين يرجع ما تلاقوهوش. انما ميزه مصطفى الله اكبر عليه، الله اكبر ما شاء الله، مصطفى لما بيبعد مجرد ما بتحطه في الملعب بتلاقيه. ودي تحسب له، ده اللعيب الكبير، ده اللعيب الموهوب. يعني هو مش مستني يقول لك حسيت مباريات وانا اصلا ما بلعبش، لا وقفه اديله. امبارح وماتش طلع الجيش شايل كورتين جوان. فبصراحه شباب مصطفى، وانا بتمنى الموسم الجاي حتى لو مش اساسي المفروض يطلع يحتك ويلعب في مثلا اعاره او بتاع لحد ما تحتاج له ويرجع يبقى حارس اساسي. وانا مش عارف ازاي انت كان عندك حارس ابنك وشاب لسه صغير والجماهير كلها عندها ثقه فيه، وانت بتفكر كنت تجيب محمد بسام وبتفكر في محمد صبحي وبتفكر تجيب حارس من بره. طب ليه؟ انا حتى لو الشناوي احترف زي ما في كلام بيتردد، انا عندي علي لطفي وعندي مصطفى شوبير الاثنين كويسين جدا، وعندك مصطفى مخلوف وحمزه علاء طالعين كويسين. احنا كجماهير هنستحمل، هنستنى لعيب ابننا وجاي واداؤه مع الوقت هيتحسن. انا ما عنديش مشكله كواحد من الجمهور نستحمله ونصبر عليه، لان جاي لو ضاع منك بطوله بس هيجيب لك 100 بطوله، بالذات مصطفى شوبير. مصطفى حتى لو وقف نهائي افريقيا انا ما عنديش مشكله. مصطفى لو وقف، حتى في ناس بترعى هجمه كابتن شوبير ازاي انت عشان ابنك ومش ابنك، لا الراجل في ابنه فعلا يستاهل. يعني حتى الشناوي خف براحتك وتعالى. لو مصطفى شوبير وقف نهائي افريقيا انا ما عنديش مشكله. ايه المشكله في كده؟ بل بالعكس حتى لو ضاعت البطوله لا قدر الله، مصطفى مع الوقت هيجيب لك 100 بطوله. تمام؟ فشابوه مصطفى، مستمر وكلنا في ظهرك ومعاك، وان شاء الله عندك احسن من كده، والايام الجايه باذن الله هتكون كلها خير ليك. اخر واحد نحب نشكره وهو مدرب الاحمال اندريس اندرويا.
الراجل صلاه النبي كله بدا يتكلم عنه ومشيت بيه. الراجل واصل بيك، انت تعتبر الموسم بتاعك فاضل فيه ماتشين، ماتشين الوداد والموسم خلص، هيبقى فاضل لك كام ماتش في الدوري؟ ممكن تلعب اي حد، فانت فاضل لك ماتشين يعتبر واصل لاخر اخر السيزون، وانت الحمد لله واقف على رجليك. افتكروا يا جدعان الموسم اللي فات مع موسيماني كانت الفرقه مفيش، احنا ماتش الوداد اللي هناك خدت بالك انت وهو ما عملناش 4 هجمات على بعض، مفيش 3 هجمات كمان. فالحمد لله الراجل ده برضو من الناس الكويسه جدا، ويوريك مستر كولر مش مجرد عامل فريق جاي ياكل عيش معاه وخلاص، تعالى لامم اصحابه معاه وجايبه مجاي، لا الراجل عارف هو مختار ايه وجايب ايه. تمام، فالراجل ده برضو وجب ليه الشكر لانه بصراحه عامل اداء وشغله واضح، شغله واضح وباين. نختم بقى كلامنا خلاص، مباراه الوداد خلاص هي المباراه الجايه وقادمه بالنسبه لنا، مفيش صوت يعلى فوق صوتها. الناس اللي برضو قلقانه احب اقول لك النهائي بتاع الموسم اللي فات كان ليه ظروفه، انت كانت مباراه من نهائي من مباراه واحده وعلى ارض المنافس، تاني حاجه زي ما كان عندك سباق كتير، الفرقه واقعه بدنيا، عندك مدير فني مهزوز قلقان عامل يرمي شماعات، فكان النهائي مختلف خالص. فنهائي السنه اللي فاتت مختلف خالص عن نهائي السنه دي، ان شاء الله كلنا تفاؤل وباذن الله هنحسمه من هنا باذن الله، باذن الله يوم الاحد الجاي يبقى يوم يعني يطمن الجماهير بنسبه 80 90% ان البطوله دي خلاص مش طالعه برانا باذن الله، على الاقل باذن الله نكسب 2-0 بس كده. يلا السلام عليكم.